أنا من عمري 9 سنين طلعت أشتغل بالزرع، أقعد قبل طلعت الشمس، والله ما أخذ الشمس طالعة، أتخبى إذا ألقى الشمس طالعة. يا يابا هسه نايمة أنا، أقعد من الصبح على شغلاتي، مثلا فراشي ألمه، خدرت شاي، سلقت لأبو وليد إذا عندي بيضة أسلق له بيضة أو أرابة أريقة، غسلت المواعين، طلعت على خضرتي الخضر، إذا بها حشيشة تشلحنا لا سيلات تنظف بيها، العين المام خضر أشتلها لما الظهر أسقيها، إذا البستان يريد ما يأجي شغل ما طار على البستان الزريع أرد الظهر نفس الشيء. سويت غدا قديت أبو ولي طاحنة هم رديت على دربي نفس الشيء، لما تغيب الشمس هم دي سويت حشي تعشينا تعلنا. بنات هالوقت بدول عينهم المية من بالبيت والغسالة موجودة، حتى يدوم بديهم قبل ما يغسلن، وتعبانات ها والله تعباناني لوش تعبانة يمه من النوم من النوم يتعبن، والموبايلات بديهن وكلكن الليل كله وبالنهار ينامن، خما مثل ضمنا شافنا احنا والله بنية قلعات، هاي هاي الديران هاي شوفها هذا الحائط اي منا لهناك كله بنيته على كتوفي، هذا الحائط بنية قلعة هناك وحد هدمتها وشلت بنية النوب هناك، انا اطوف انا ابني زمتي ناوشني بالكرك وانا ابني، ولو رحنا للحطب ونحوش حطب انت قول نجي سرب نساوين تقول هاي مو حطب هاي دبابات تمشي حتى رجينا ما تبين.